محمد جبلي، رئيس فيدرالي مغربي لفعل القطاع المواشي اللي كتضم الاغلبيه ديال المستوردين اللي كاينين الحمد لله ديال الاغنام وديال الابقار. سي جبلي، كنعرفوا ان يعني الدوله عطات دارت واحد الكوطا لهذوك المستوردين اللي باغيين يجيبوا الاغنام من اسبانيا، الا كان ممكن تدوي لينا على هذه الكوطا وكيفاش الشروط وكيفاش يعني ممكن الولوج لهذه القضيه هذه؟ بالفعل وزاره الفلاحه خصصت واحد الكوطا ديال 600 الف راس للمستوردين باش يدخلوها. هاد الكوطا كان فيها واحد لونغاجمون، يعني اي مستورد كيلتزم باش يدخل واحد العدد محدد. 600 الف تقسمت على واحد العدد، واحد 100 شركه اللي تقريبا اللي قدمت طلبات، اكثر من 100 اللي قدمت، ولكن اللي استفدت هي 100 تقريبا، تقدمت على ما كنظن شي 130، 30 تقصات وبقات 100 شركه. هاد 100 شركه هي اللي استفدت من هاد الكوطا هادي. الشروط ديالها كانوا كيقولوا بانه اللي طلب يعني 1000 كان بامكانه يعني يدخل في هذه الكوطا، يعني المينيموم 1000، يعني الدعم ديال 500 درهم، الوزن 30 كيلو فما فوق، كما قلنا، والدعم كما قلت لك هو 500، كتلتزم بواحد لونغاجمون كتحطو، يعني الا طلبتي واحد العدد وما التزمتيش به ما كتاخذش الدعم، وفي نفس الوقت قبل كتحط واحد الكوسيون ديال 5 درهم عن كل راس غنم، هذاك الكوسيون حتى هو كيمشي لك. وفي نفس الوقت الا ما كملتيش العدد، مثلا التزمتي باش تجيب 5000 وجبتي 4000، راه واخا تبيع هذيك ال 4000 بقل الثمن، راه ما غاديش تاخذ الدعم لانك ما كملتيش الكونتيتي اللي هي خصك على الاقل 90% من العدد اللي حطيتي في في في, في اللي التزمتي به. وعلاش ما داروش ديك القضيه ديال انهم يعني يخفضوا من العدد ديال رؤوس الاغنام باش تكون واحد النسبه كبيره اللي غتستافد؟ كيفاش يخفضوا؟ هما راه داروا 600000 راس. 600000 راس، ولكن كان الشرط الوحيد انهم كل شركه تطلب 1000، يعني 1000 هو العدد هو المينيموم، هو اقل عدد ممكن. دونك علاش ما كانش اقل عدد هو مثلا 500 600 باش يعطوا فرصه يعني للمستوردين الاخرين باش يستوردوا حتى هما؟ هي بالفعل، ولكن حتى 1000 يعني راه عدد يعني اللي هو معقول، يعني ماشي معقول، يعني قليل. 1000 يعني جوج كاميونات ديال الحولي، راه ماشي شي عدد اللي هو كثير. غير هو كاين الناس اللي حطوا مثلا 2000 و3000 وما استافدوش، يعني كانت على ما كنظن بانهم مشاو اقل من 4000 ما استافدوش، من 4000 الفوق هما اللي استافدوا من هذا الدعم، اذا اقل من 4000 ما استافدوش من هذا الدعم. ولكن الحمد لله احنا واخا ما استافدناش، راه حنا دخلنا يعني قلبنا على الغنم وجبناها ودرنا لها اثمنه اللي هي مناسبه بالنسبه للمواطن وبالنسبه للمستهلك المغربي. وكيفاش ممكن ان هذوك الناس اللي ما استافدوش من هذه الكوطه هذه يستوردوا اغنام؟ وشنو هما الشروط وشحال كطيح عليهم؟ ما يمكنش يستوردوها بلا دعم، لان كطيح تقريبا حاليا راه كتوصل تقريبا ما بين 67 حتى 70 درهم، يعني هذاك لولا هذاك الدعم راه ما كانش هاد الاغنام غادي تدخل، يعني بفضل هذاك الدعم، رغم ان الدعم بينو وبينك داتو يعني داتو الدول المصدره، لانه الاثمنه كانت قل من هاد الاثمنه، مجرد ما بان الدعم وارتفعت الاثمنه في الاسواق اللي كنستوردوا منها. ما كاينش شي تخفيض في الضريبه بالنسبه للناس اللي يعني يستوردوا وحدهم؟ لا، هي ما فيهاش الضريبه، هي معفيه من الجمارك ومعفيه من الطيبية، يعني ما فيها والو، يعني حتى انتم اللي استوردتوا بوحدكم. اي واحد بغى يستورد دابا الاغنام معفي من الجمارك ومعفي من الطيبية، ولكن كما قلت لك ولو انها معفيه راه الثمن ديالها مرتفع في الخارج، يعني باش نوصلوها للمستهلك المغربي خص ضروري كان هذا الدعم اللي هو هبط لها الثمن اللي كاين حاليا، اللي يعني الثمن اللي هو حاليا راه في المتناول ديال المواطن المغربي. شنو هي الخصوصيات ديال هذه الاغنام المستورده يعني بالمقارنه مع الاغنام ديال البلاد؟ هي حتى هي اغنام راه كما كتشوفي عندها القرن ديالها، عندها الدياله، يعني راه من ناحيه الشروط يعني الدينيه راه مستوفيه فيها، وكذلك حتى من ناحيه الشروط الصحيه راه حتى هي مستوفيه فيها، لانها حتى هي راه كدير التحاليل ديالها على برا وكتعاود ديرهم هنا، يعني مراقبه من طرف المكتب الوطني للسلامه الصحيه. اللحوم ديالها راه ذات جوده عاليه، راه يعني راه المغاربه كياكلوها، راه من السنه الماضيه وهما كياكلوها، لان كانت تذبح فيها واحد الكميه كبيره في المجازر وهي اللي كتباع عند الجزار، يعني المغاربه راه ديجا كياكلوها، وراه اللوغو ديالها راه مزيان وحتى الشكل ديالها تبارك الله راه مليح، وهي الميزه اللي فيها هو انه البوا ديالها، يعني الميزان ديالها خفيف شويه، كدير من 35 حتى 45 كيلو، يعني بناء على هذا الميزان هذا والثمن ديالها راه يعني في المتناول ديال المواطن المغربي ديال 2000 2500 درهم حتى 3000 درهم، يعني راه في المتناول، ماشي بحال المحليه دابا اللي كتبدا
اقل شيء تقريبا 3500 درهم، وانت طالع حتى 7000 حتى 8000 حتى 9000 حتى 10000 درهم. حنا كنعرفوا ان العيد يعني على الابواب، بغينا نعرفوا الثمن ديال هاد الاغنام المستورده بالمقارنه مع الاغنام ديال البلاد. كاين فرق في الاثمنه، لان كنظن بان الاثمنه ديال الاغنام المحليه راه غادي تبدا من تقريبا من 70 درهم حتى 80 درهم، اذا وهي راه غادي تبدا تقريبا من 60 درهم حتى 65 درهم، اذا كاين فرق في الثمن، وكما قلت لك وحتى في العبار دابا حتى البوا ديالها معاونها شويه يعني في المتناول ديال الدرويش باش يشريها، يعني كما قلت لك 2000 و2200 درهم، رغم ان 2000 و2500 درهم راه بالفعل راه الثمن يعني مرتفع، ولكن راه هادشي اللي عطى الله هادشي هو اللي كاين دابا. شو اللي ما كيخليش يعني المغاربه يكون واحد الاقبال كبير على هذه الاغنام في الاضحيه ديال العيد؟ لا كاين اقبال الحمد لله، حاليا كاين عليها اقبال كثير وكاين طلب كثير عليها، راه تقريبا راه قراب نكملوا، راه يعني راه بعنا تقريبا اكثر من الثلثين، يعني كاين اقبال ما ولا عليها اقبال وكاين طلبات كثيره وكاين الناس كيعيطوا لينا بغاوها، والمغاربه يعني عرفوها وعيدوا بها العام اللي فات، وكاين اللي ما عيدش بها ولكن عيد بها جارو وخدا عليها، يعني خدا عليها واحد الفكره وكاين عليها اقبال حاليا. انا بالنسبه ليا كنشوف بان كاين عليها اقبال كبير هذه السنه. واحد نقطة مهمة، راه حتى الناس مثلا ديال المسؤولين ديال الوزارة راه مشاو، راه كانوا في البرتغال وكانوا في رومانيا وسمعوا الأثمنة وعرفوا الأثمنة الحقيقية اللي كتداول، وراه بناء على هذيك الأثمنة اللي سمعوا راه داروا هذاك الدعم، راه ماشي غير جاوا داروا الدعم اللي سميتو، عرفوا بأن الأثمنة مرتفعة وبأنها غتكون مقادة مع الأثمنة اللي كاينة في المغرب وداروا هذا الدعم. راه الدعم ماشي للمستورد، راه خاص للمواطن المغربي، راه حنا نقصنا، راه مثلا ملي كطيح هذه ب 70 درهم وكتباع ب 60 درهم، راه اذا ديك 10 درهم راه ديال المواطن المغربي، ديال هذاك الدعم اللي مشات ليه. على ذكر الدعم، كاينين بعض الناس او بعض الشركات اللي هما كانوا باغيين يستوردوا الاغنام وكيقول لك يعني هذه الكوطه هذه يعني طغت عليها المحسوبيه والزبونيه، شنو تبغيو تقولوا للمغاربه؟ ما نقدرش انا ندخل في هذا الشيء لان ما حضرناش الطريقه ديال باش فرقوا هذه الكوطه هذه، ما نقدرش نقول هذه الهضره، بينما راه تفرقت 100 شركه هي اللي استفدت. العلم ديالنا حنايا انتوما ما استفدتوش؟ انا ما استفدتش، انا من واحد المواطنين من الناس اللي ما استفدوش، ولكن ما ماشي مشكل، انا خدام وخا ما استفدتش انا دبرت وانا خدام الحمد لله، ما غاديش نوقف. ما كان ولكن كاين الناس اللي ما عندهمش، كاين الناس اللي ما استفدوش ربما وصابهم احباط ما خدموش، ولكن اش غادي نقول لك، ما غاديش نقدروا ندخلوا في واحد السياسه اخرى ديال الوزاره اللي دارت هذا الشيء. حنا اللي علينا راه كنديروه، الواجب ديالنا راه كنديروه تجاه الوطن ديالنا، راه حنا كنديروه. بالنسبه لهاد الاغنام اللي جايه من رومانيا والبرتغال، شنو هي الخصوصيه ديالها؟ كما قلت لك هي اغنام راه هي كما كتشوفي عندها القرون، عندها الديانه ديالها معلوم، ها هي هذه اللي كتشوفيها هي حاجه هذه ديال اسبانيا، هذه ديال اسبانيا راه بنفس الشكل، يعني كلها بنفس المواصفات، كما قلت لك راه عندها جوده مزيانه، والمواطن دابا المغربي راه كاين اقبال عليها الحمد لله، راه كيعيطوا الناس بغاوها، وكاين بزاف ديال الاقبال، كاين اقبال كبير هذه السنه عليها كما قلت لك، نظرا للثمن ديالها والدعم اللي فيها، الثمن ديالها هو اللي غيساعدها باش تباع، لان كاين واحد الفئه ديال المواطن المغاربه اللي باغي يعيد 2000 درهم 2500 حتى 3000 درهم، راه كاينه في هذه الاغنام هذه وراك تستوفي جميع الشروط لا الصحيه ولا الدينيه. بالنسبه كنعرفوا ان المغاربه شعب يعني ذواق، بالنسبه للجوده والنوعيات ديال اللحم، الجوده راه اللحم راه كياكلوه المغاربه، راه اي قزام مشيتي عنده خديتي عنده اللحم راه غتلقاي هذا، حين تاخذ اللحم يعني ديغون زعما الايام العاديه شكل، وأضحية العيد لها واحد الطابع شكل آخر، فيها جودة عالية حتى حنا كندبحوها وكناكلوها، وراه ملي كندبحوها حتى حنا في العيد كندبحوها نفس حتى حنا بحالنا بحال أي مواطن مغربي، راه كندبحوها وفيها جودة عالية، فيها ما فيهاش الشحمة بزاف، يعني مفتوحة من ناحية محلولة من ناحية الشحمة ديالها، ما فيهاش الشحمة كثيرة، واللحم ديالها ما فيهش حتى هو الشحمة بزاف، حتى هذاك بولفاف كيخرج خفيف ما كيخرجش ذاك بولفاف غليظ، يعني فيها الكبيدة ديالها كتخرج زوينة، يعني حنا كندبحوها دائما وكناكلوها دائما، الجودة ديالها راه ممتازة الحمد لله. اليوم شنو بغيت تقول للمغاربة؟ نقول لهم عيد مبارك وسعيد، والله يدوز هذا العيد إن شاء الله بخير وعلى خير، وكما قلت لك راه الأغنام الحمد لله راه كتدخل، رغم أن كاين عراقيل كما قلت لك، واش غادي نقول لك، الاثمنه ديال الاغنام اللي داخله راه في المتناول، وحتى كما قلت لك
المغاربه راه غادي هاد الاغنام هذه راه غتساعد باش يعيدوا واحد العدد كبير، واحد الفئه كبيره ديال المواطن اللي المستوى ديالو يعني متوسط ولا ناقص، راه هو اللي غادي يعيدوا بها. شنو النوع المغربي اللي موجود بزاف هاد يعني كنعرفوا ان هاد سنوات الجفاف خلات ان يعني الاغنام تراجع، شنو اللي موجود دابا في السوق؟ كاين السردي، كاين الحمرة الراس، كاينه ديال وجده، كاينه كلشي، جميع الاصناف موجوده، كلشي الاصناف موجوده، وكاينه هذه ديال برا ديال اسبانيا، وكاينه ديال رومانيا. كلشي عليه الطالب، وراك عرفتي العيد راه حنا خصنا واحد 6 مليون راس ديال الاغنام، راه بطبيعه الحال غيكون الطالب على جميع. كنشوف ان يعني هذا العدد كافي يعني باش يغطي زعما 6 مليون حتى 7 مليون راس اللي غادي يحتاجوا المغاربه ديال 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 الاغنام تقريبا. بطبيعه الحال غادي يكون الطالب 7 مليون راس، راه ماشي سهله، راه الطالب كاين. لا تنسوا الاشتراك في قناة الأيام 24 وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد.